راحة يومين لطلاب الثانوية العامة علشان يلحقوا يراجعوا بسرعة على المادة اللي جاية واللي هيمتحنوها يوم الثلاث الصبح. أهم من الراحة دي إنهم عدوا بامتحان اللغة العربية بسلام وخرجوا تقريبا راضيين، أو نقدر نقول الأغلبية كانت راضية. وكاميرا صدى البلد اللي كانت واقفة بره لجنة جمال عبد الناصر الثانوية بنات ما شافتش حالات العياط اللي تعودنا نشوفها الكام سنة اللي فاتوا في امتحان العربي، لأن الظاهر إن الامتحان ما كانش معقد السنة دي. قول لي كده، الامتحان كان عامل معاك ايه؟ كان صعب ولا سهل؟ لا، هو الامتحان كان سهل، يعني اسهل من المتوقع بكتير قوي. انا يعني الواحد كان داخل ومذاكر على اساس ان حاجه تانية هتجيله، بس جات له حاجه اسهل بالنسبه برضو للثلاث سنين اللي فاتوا. كان بجد كان حلو قوي، الوقت مكفي كل حاجه. تمام جدا والله. الاسئله ما كانتش كتير عن الوقت، اللجنه كانت احنا مخلصين على الوقت بالظبط، يعني كل حاجه كانت مظبوطه، احسن من الدين بكتير. نص نص صراحه، يعني هو يتحل بس كان صعب برضو في نفس الوقت. يعني النحو كان وحش قوي، بس القراءه كانت جايه يعني مباشره وحلوه، لكن النحو القراءه كانت حلوه جدا. الامتحان كان فيه تفكير كتير جدا، بالذات القطع كانت فيها كميه تفكير، والوقت اللي هو قاعدين بيوترونا اكتر. الحمد لله الامتحان كان سهل، ما عدا النحو كان صعب شويه، والقراءات المتحرره جت في حاجه هادفه يعني جدا، اتكلمت عن الحروب والحاجات دي فكانت هادفه جدا واستفدت. متوقع ان هم يتكلموا عن ايه طيب؟ لا والله كنت متوقع حاجة بقى غريبة بقى تطلع بقى ويسألك أسئلة فيها علاقة بالماث والحاجات دي، بس الحمد لله يعني أوكي. بس اتبسطت من الامتحان؟ الحمد لله. طب انتوا ايه رأيكم؟ هو الامتحان كان في المجمل حلو، بس برضه زي ما هو قال النحو كان صعب قوي، يعني ما كانش بيتحل بصراحة، والقراءة المتحررة كانت هادفة وما كانش فيها حسابات زي ما قال برضه، ويعني الامتحان كان حلو. والله بصي، احنا ما نمناش، هي ما نامتش، يعني بصي ضغط نفسي وعصبي وارهاق فوق ما تتخيلي. الامتحان الحمد لله، يعني اغلبيه البنات طالعه مطمنه الحمد لله، نشكر ربنا. اولا في نص جاي مش مفهوم على ايه في النص، سؤال المفروض المقالي في النحو بيجي مباشر، لا السؤال المقالي مش مباشر، في تريكتين ثلاثه في النحو، في متشابهات في القراءه. والله هم قالوا كويس، بس قالوا النحو فيه تكات شوية، قالوا النحو صعب شوية وقطعة كبيرة قوي، بس برضو تعليق كله على المراقبين برضو، يعني هو المفروض قانوني وقتهم ياخدوه 12، يعني بعد 12 يبتدوا يلموا الورق، المفروض قانوني يعني قبل 12. فاضل دقيقة، كانت لسه ما جاتش 12، اديها حقها في الوقت تحل زي ما هي عايزة لحد وقتها ما يخلص، وبعد كده لمي ورقك. ربنا يا رب يصلح لها الحال يا رب، هي واللي زيها، لاني مش عايزه اقول لك بصراحه يعني جو البيت بيبقى عامل ازاي، يعني كاني فعلا حاجه مصيريه بتتحدد السنه دي معاها، مستقبلها كله السنه دي، طموحها، احلامها، نفسها تدخل ايه، نفسها تعمل ايه، فكل ده تخيلي بقى بيتحول. فيا رب نتمنى من الله ان ربنا يا رب يكرمها يا رب ان شاء الله، هي واللي زيها يا رب. عموما اليوم الاول عدى بسلام على الطلبه وعلى اولياء الامور وعلى وزاره التعليم كمان، لان الوزاره قالت ان لجان الغش الالكترونيه ما عرفتش تسرب الامتحان، وان كل اللي اتقال في الموضوع ده مش صح بالمره. واختلفت اراء الطلاب على امتحان اللغه العربيه ما بين سهل وما بين صعب، ودي كانت جولتنا معاكم النهارده من امام مدرسه جمال عبد الناصر الثانويه بنات من منطقه الدقي. اشوفكم في تقرير جديد وموضوع جديد مع مهي مختار على صدى البلد.